ازيك عارف في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. اهلا بكم في برنامج مشاوير. مشوارنا اليوم مشاهدينا مع كليتكم بني للعلوم والتكنولوجيا في اسبوع الثقافي الثاني، اللي هو اسبوع ثقافي يكون سنويا. الاسبوع مشاهدينا هذا العام يتحدث عن قضيه العلاقه الانسان بالبيئه وكيف احنا ممكن نساعد على اصحاح البيئه، وايضا يتحدث الاسبوع مشاهدينا عن التعدد والتعامل والتناغم بين الطلبه داخل الكلية، اللي هو فيهم طلبة سودانيين وغير سودانيين. كل الحاجات دي مشاهدينا بالتفصيل هنتعرف عليها من خلال هذه الحلقة من مشاوير، خليكم معنا. مشاهدينا متواصلين معاكم، معي في المساحه دي عميد الكليه خورخي نورانخو. اهلا ومرحبا بك، احنا بنرحب بك واحنا ده نتكلم. يعني يمكن انتم من ضمن الحاجات اللي ناقشوا الاسبوع الثقافي او اللي عرض الاسبوع الثقافي هي تعدد الجنسيات داخل الكليه، وقدر شنو هم بيتعاملوا بطريقه لطيفه وبطريقه متناغمه. وانت كمان يمكن واحد، يعني يمكن انت يعني غير سوداني وما شاء الله وكيل الكليه في السودان، فده احنا لازم تكلمنا عن الروح الطيبه بينكم انتم كاساتذه طلبة وفيكم سودانيين وغير سودانيين. نحن بدأنا الأسبوع الثقافي السنة الفات، وهو مبادرة من الطلاب، مش فكرة نزلت من الإدارة، ولكن مبادرة من الطلاب. هم قدموا الفكرة السنة الفاتت وتمكنا في موضوع التعددية الموجودة في الكلية. بيننا في تقريبا 50% من الطلاب من السودانيين ومسلمين أغلبية منهم، و 50% بيجوا من أريتريا، من جنوب السودان، من إثيوبيا، وأغلبية منهم من المسيحيين. إذن عندنا ثقافات مختلفة، أديان مختلفة، ونحن عملنا مع بعض عشان نكتشف إنه التعددية دي مش مصدر توتر أو مشاكل، بالعكس كنز للآخر. عشان لما أنا أشتغل وأعيش مع ناس مختلفين مني أنا أفهم نفسي بصفة أحسن. إذن ده كان الموضوع للأسبوع بتاع السنة الفاتت. السنة دي نحن اخترنا موضوع تاني، والموضوع هو اكتشاف البيئة بغرض العناية بها. ده الموضوع لهذه السنة. مشاوير ومع كلية كمبوني للعلوم والتكنولوجيا، معي في المساحة دي الأستاذ أحمد علي أحمد، هو رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال وكمان للأسبوع الثقافي. أهلا بك أستاذ أحمد، ودارين نتكلم عن التنظيم للأسبوع الثقافي، يمكن دي السنة الثانية اليوم. تسلم كثير وشكرا للمشاهدين بمشاهدة هذه المساحة الجميلة، وشكرا لغاتنا يزرق لتغطية هذه الفعالية الجميلة. الحقيقة ده الأسبوع الثقافي الثاني لكلية كمبوني للعلوم والتكنولوجيا. الأسبوع الأول كان بعنوان التنوع بسبب وجود ثقافات متنوعة كثير جدا في كلية كمبوني. الأسبوع الثاني احنا حابين نتكلم عن الشعار بتاعه تحديدا في اكتشاف بيئتنا بهدف العناية بها. فالبيئة هي شيء مهم في حياة الإنسان، ولا يمكن الإنسان يعيش بدون بيئة. فبالتالي الإنسان يسبب دمار بيئة، وكيف يجب أن يحافظ على البيئة. عندنا كان حوالي 12 معرض، وعندنا حوالي 4 معارض حضارية بتكلم عن حضارة البلدان المختلفة للسودان ودول الجوار والثقافات المتنوعة في كمبوني. وكل معرض كان بيتكلم عن البيئة بتاعته وكيفية حفاظ على البيئة بتاعته ومشاكل اللي عنده في البيئة. الأسبوع الثاني حقيقة كان مجهود طلابي عظيم جدا، هنالك من سهر الليالي على حفظه والقيام به، والحقيقة يعني هناك من تعب بشكل كبير في هذه الإقامة. يا نعيم أزماني يا حياة روحي بهجة لرماني.
واحدة مغنية من مغنيات كورال كلية الموسيقى. أهلا مرحبا بك أستاذة لمياء. ودي نتكلم عن مشاركتك أنت في الكورال وكمان مشاركة الكورال لكلية الكامبوني، يمكن دي ذات يعني بتودينا للحاجة الجميلة اللي لفت عنها الأسبوع الثقافي العام السنة دي، عن أنه في تعدد جنسيات سودانية وغير سودانية وكمان جوا في تعدد أديان. شكرا كثير للاستضافة، سعيدين بقناة النيل الأزرق اللي عودتنا دائما بأنها بتغطي كل الأمسيات الجميلة. نحن سعيدين برضو بنشارك كلية كامبوني في أسبوعنا الثقافي، ودرجنا لمشاركة العديد من الجامعات في أسابيعنا الثقافية والكليات. زي ما ذكرتي كلية كامبوني متعددة الأعراق والجنسيات. نحن في الكورال بنتناولين كمية من الأعمال الموسيقية اللي بتغني غنينا الوطن العربي، يعني غنينا لعبد الرب إدريس وغنينا غنى أفريقي لأستاذة مريم ماكبة. فبنحب دائما نتناول تنوع، يعني نحن الأعمال بتاعتنا داخل الكورال برضها بيتشجع فكرة التنوع الموسيقي. سعيدين دائما بأنه إحنا نكون مع الناس وبينهم في أي مكان. مرحبا بكم مشاهدين لسه متواصلين، ومعي اخ نتعرف عليك. اسمي إيمانويل تلميذ، كل اصحابي من ادوني بايمن. انا مولود في السودان، اصلي اسوبي من تجراي بالضبط عدوى. اهلا بك يا ايمن، انا هقول لك بالمرغب انك بدل الان سائل. اهلا بك يا ايمن. ويمكن يعني وجود اثيوبي في السودان ده يمكن يعني حاجه بتلفت لي ضمن الحاجات اللي لفتت ليها كليه الموسيقى والدراما في كليه الكامبوني وفي الاسبوع الثقافي اللي هي عرضت له تعدد الاجناس. وده تتكلمنا حاجه عن الاسبوع الثقافي بشكل عام، تكلمنا قد انت وقدر شنو مرتاح مع السودانيين وغير السودانيين، يعني الكليه اللي قدرت تلمكم قدر شنو انت قادر مرتاح في التعامل كده. شكرا، برحب بك اول حاجه في كليتنا، ان شاء الله تكوني استضفناكم. بالنسبه للاسبوع الثقافي هو شيء جميل جدا، تعرفت على ثقافات كثيره، شفت اصحابي من نيجيريا ثقافاتهم لغتهم، شفت اصحابي من السودان في حاجات كثيره كنت ما اعرفها، عرفت عن اللغه والاهالي والقبائل، تعرفت على في جنوب السودان متعدده من لبس من اكل لمشروبات من ثقافه واجناس. الاسبوع الثقافي كان حلو جدا، يعني انا حتى عن نفسي وعن بلدي في حاجات كنت ما متعلمها، حاجات ما اعرفها، تراث تاريخ اتعلمت حاجات كثيره. أهل حاجة حبيتها في السودان الأكل، في حاجات كثيرة كنت ما أعرف أسماء أو بتعمل كيف أو الطريقة تعلمتها. إذا مشاهدينا الكرام، مشوارنا اليوم كان مع كلية كامبوني للعلوم والتكنولوجيا، واليوم الحفل الختامي للأسبوع الثقافي الثاني، واللي جاء اللي أضاء لعدد من المواضيع منها علاقة الإنسان بالبيئة وأيضا تعدد الأجناس والعلاقات والأعراق وأيضا الأديان في كلية كامبوني للعلوم والتكنولوجيا. انتهى مشوارنا اليوم مشاهدين، حتى ألقاكم، ما تنسوا دائما خليكم متفائلين وحبوا الحياة. مع السلامة.